مشاهدينا الكرام وفي قناة نوميديا ومتتبعي برنامج وسط الدار مرحبا بكم وين ما كنتوا في برنامجكم العائلي اللي يجيكم امسيات كل سبت وين تكون معظم العائلات مجتمعه ان شاء الله نكون خفيف عليكم طيلة عمر البرنامج مشاهدينا في كل عدد نحاول نناقشوا موضوع على حسب الاخصائيين اللي حاضرين معنا ما تنساوش ترسلونا عبر صفحة فيسبوك البرنامج تبعتونا أراءكم انتقاداتكم وحتى مواضيع تقترحوها علينا لما بعد وفاه الام او طلاقها يجد الاب نفسه مجبر على اعاده بناء اسره واختيار شريكه حياه جديده يكمل معها دربه وهنا تبدا معاناه الابناء وحتى هذه الام البديله من هو الظالم ومن المظلوم؟ موضوع عددنا اليوم من برنامج وسط الدار هو زوجه الاب او مرت الببت. ولمناقشه هذا الموضوع ارتأينا ان نقسمه الى ثلاثه محاور في المحور الاول سنتحدث عن الصوره النمطيه الخاطئه عن زوجه الاب في نظر المجتمع وثانيا سنستعرض كيفيه تهيئه الابناء نفسيا لقبول ام بديله بينهم او داخل الاسره اما في اخر جزء سنتحدث عن الحقوق الشرعيه التي يكفلها الاسلام لزوجه الاب وحتى اليتيم فاصل ونواصل مجددا كما اسلفت الذكر عددنا لهذا الاسبوع والحديث عن زوجه الاب وكيف يتم تقبلها داخل الاسره ولمناقشه الموضوع والصوره النمطيه الخاطئه عن زوجه الاب في نظر المجتمع اتشرف باستضافه السيد حماش الحسين استاذ باحث في علم النفس الاجتماعي مرحبا بك سيدي اهلا وسهلا بك سيدتي ونشكركم على حسن الاستضافه في هذا البرنامج الجميل جدا برنامج وسط الدار في قناة نوميديا تيفي شكرا لك وبالطبع ما قدوش نبدأ عدد وسط الدار بدون فريق وسط الدار عوش مرحبا بك بك على سلامتكم كاسف مرحبا بالضيف مرحبا شكرا محبا. لكم شكرا اذا مشاهدينا نروح قبل ما ندخلوا في النقاش نروح نتابعوا تقرير حول نظره المجتمع لزوجه الاب ونعود للنقاش والتحليل نتابع الام كنز لا يمكن تعويضه عبارة استعملها غالبية من سألناهم عن نظرتهم لزوجة الاب نظرة سوداوية نمطية تم تداولها بين الناس فمن المسؤول عن ذلك يا ترى وهل فعلا زوجة الاب ليست بشخص جيد هي سي <متكس> فغي كو بكري يقولوا عليها يقولوا على زوجة الأب حسب الصورة صا فغيمون سيئة صح، مي سي <متكس> فغي في الوقت اللي رانا فيه تي ولادك ودي فوا تقلقي منهم، واش يا حالك يا ولاد الناس. هذه النظرة ما مأخوذة شغل ما من البكري، من البكري حنا نسمعوا زوجة الأب شغل تجي قبيحة، ما ممكن نشوفوا بزاف شغل بكري كنا صغار نشوفوا ميكيات. زوجة الاب ديما تجيك دي شغل مش كيما الام الحقيقية. ما تجينيش انسانة مش مليحة عادي خدش كاين اللي بالك تتهلا في في الدار اكثر من يماهم في حد قليل قليل وين تصيبي ملاح، مي دوكا جينيرالمون ماشي ملاح. ما تقدريش تجيبي مرا وديريها كيما يماك، من المستحيل. الحالة اني شغل عايشة هكا مرت بابات، شغل هي صح شغل يقول لك شغل يماتك تكون في الدار، شغل معك هي الصح، بصح شغل المرتببات صح شغل الايام ما عندها ما تدير لا غالب بصح مي داك شغل تحس شغل ناقصه الحاله تاع اليمات ناقصه في الدار صافي وين تكون نورمال انا نهضر معاك بارك اكسبيريونس نعرف بنات اللي متفاهمين فريمون مع مرت باباهم واللي نحكي لك نعرف وحده اللي عندها يماها وعندها مرت باباها وتحب مرت باباها اكثر من يماها الام هي الام الام تبدل. ما تبدلاش شغل الام اللي وجدتك هي تحس بك ما شرطش شوال اذا مرت باباه مش كيما ورغم هذه الصوره النمطيه الا ان الواقع اثبت وجود حاله لزوجات اباء استطاعوا تحويل المنزل الى جنه يملاها الدفء العائلي التقرير كان للويزا حيمد سيدي مرحبا بك مرة أخرى ما هو تعليقك على التصريحات اللي سمعناها عبدور في التقرير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين ما بعد حقيقة هذه الآراء التي شاهدناها الآن والتي استمعنا إليها هي آراء تعبر عن آراء شخصية لكل ربما تجربته أو خبرته أو أفكاره أو علاقاته بهذا الموضوع فيما سبق فالبعض يقول ان زوجه الاب يقدمها في اطارها النظري السلبي والاخر يقول لا يمكن ان نجد زوجه اب تكون ممتازه وايجابيه وتستطيع ان تتعامل مع الاطفال والاسره ككل بصفه مثمره ولكن ما يمكن قوله ان هذه الاراء هي عباره عن اراء جد شخصيه مرتبطه بالخبره الذاتيه نعم سيدي وهنا يجي سؤالي الاول نعم. غالبا ما تكون يعني هذه العلاقه بين الزوج والابناء وزوجته بون زوجه الاب متوتره حتى قبل ما تدخل هذه الزوجه للبيت نعم. يعني ما هو التفسير؟ في هذا الجانب اولا كيفما اسلفت الذكر والقول لا نتحدث عن زوجه الاب دون ان نعود الى مرجعيات معينه نعم. زوجه الاب لكي تكون ايجابيه أو تكون سلبية في تعاملها وفي بين... في إعادة البناء نصح القول الأسرة والمناخ الأسري لابد أن أعود إلى متغيرات وعوامل بمعنى بعض الصفات مثلا أه سن سن هذه الزوجه مستوى التعليم والثقافي لهذه الزوجة الجانب النفسي الاجتماعي لهذه الزوجة الجانب الصحي البدني لهذه الزوجة. الزوجة قبل أن نصل آه. نحن نتحدث الآن عن الزوجة الآب سنة. فقط نعم. ثم نتحدث في الجزء آه. الثاني آه. نتحدث أكثر عن مناقب أخرى الآن زوجة الآب هذه آه، ايضا سبب الزواج مع هذا الرجل نعم وهو اللي ما هي كل الاسباب التي ادت بها الى ان تقبل هذا الزوج بالاطفال باطفال او بدون اطفال او باخوه اخوات الى غير ذلك ثم ايضا هناك هذه الزوجه آه فئاتها الإجتماعية إن صح التعبير م. هل هي كانت متزوجة أم غير متزوجة لا. أرملة غير أرملة لا. عازبة غير عازبة لا. أم لأطفال أو ليس لديها أطفال لا. عقيمة أو ولودة إلى غير ذلك من بعض المواصفات لهذه الزوجة ثم نوعية العلاقة السائدة مع هذا الزوج قبل زواجهما هل هو تعارف علائقي عاطفي وجداني بمعنى كانت عندهم علاقة وخاصة بينهم لما يكون هو متزوج راح يكون لا هو الآن إنما ي... هو, إن هو نعم. الآن يتحدث معها على أنه ليس لديه زوجة في البيت نعم. إما متوفاة أو أم مطلقة أو شيء آخر بمعنى هو الآن لوحده مع أبنائه مع أطفاله نعم. والآن هذه الزوجة كيف وصلت الى قبول هذه العلاقه لكي تاتي الى المنزل وتجد هناك مناخ نعم. نوعا ما ثقيل من الناحيه النفسيه. نعم. وخطير من الناحيه العاطفيه فالام هذه البديله لانها تصبح زوجه الاب العلاقه القبليه لأن هناك علاقه ما قبل واثناء ثم بعد لا يعرفها الا الله بعد التعامل هذه الام مع هؤلاء الابناء. وأيضا هذه الزوجة البديلة التي تأتي إلى المنزل هل هي مدركة أن هذا الزوج لديه ربما أخوات لديه نعم. أم هي أسرة ممتدة كثيرة نعم. الأشخاص ما يجي كذلك سؤال آخر هو يخص نعم. العائلة نعم. غير الأسرة اللي نعم. ما هي مكانة الجدة يعني والخالة في معادلة زوج الأب وهل تهدئان الوضع ولا تعقدوا طبيعة الحال لابد على زوجة الأب الأب هنا بعض المميزات والخصائص النفسية نعم. قلقة غير قلقة منفعلة غير منفعلة انبساطية نعم. اجتماعية تكرر ولادك ولادك؟ نعم لديها إدراك لدورها لأنها سوف تقوم بدور فعال نعم. ثم هؤلاء الأطفال ذكور إناث هذه متغيرات وعوامل يجب ان نحترمها وان ندرسها لكي نقول ان زوجه الاب في اطارها الايجابي يعني راهي بنت فاميليا وجايه تخدم العائله ما شاء الله ولا جايه لاهداف خاصه نعم لانه الاشكالات التي تقع المشاكل التي تقع الزوج يتعرف على امراه ويقول لها سوف نتزوج ولكن انا مطلق او ارمل ولدي اطفال ما هو الان لان هذا مشروع بالطبع مشروع مهم للاتيان الى تاطير وتوجيه هذه الاسره كانت اسره متكونه ثم صار حدث لها نوع من التصدع نعم. لأن الام توفات ولا الام طلقت نفسي. يعني الاسره هذه ما بقاتش عندها هذه القوه وهذيك التناسق يعاد بنائها يعاد بنائها والعنصر الاساسي هي زوجه الاب نعم هذه زوجه الاب كما اسلفت نعم. ديك هذه العوامل لو تكون مثقفه مثلا نعم واش من مستوى اللي عندها جايه من اي اسره يعني استاذ كاين مثقفات ولكن عندهم دور قبيح في لا في نحن لما تكون زوجة السيدة آه آه المحترمه نحن لا نتدخل موضوعيا آه حبيت نقول لك على ما اظن ماهوش مشكل المستوى الثقافي أنا قلت هذه عوامل تستطيع أن يكون لديها دخل نعم. بمعنى أنا لا يمكن أن أقول أن المثقفة وغير المثقفة هناك فرق في الأدوار لأنني لا أستطيع أن أتدخل دون دراسة علمية مسبقة نعم. ولكن الواقع يقول أن المرأة زوجة الأب التي هي متعلمة نعم. تختلف تعاملها مع تلك التي هي تكون غير متعلمة بالطبع. ووحدة جاية من أسرة مثقفة كما نقولوا هنا يا آلاز وشبعانين واش كيما وحده جايه اسره با وربما نعم. الزوج هذاك هو مستوى اقتصادي كبير لانه الزوج في في, في الاخير واش يفكر مسكين نعم يفكر يجيب هذا الزوجه هذه باش تقوم الدور تاعها كي ايضا الاولاد تاعو فقط دولة 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 دولة. 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 <applause> نعم نعم شكرا عواوش فقط نولي سؤالنا نعم ما هو دور الخاله والجده في هذه الحاله هل نعم بكل صراحه الان آه حسب نفسيه وشخصيه الام او الخاله الام ترى في ابناء ابنها ابنائها نعم يعني اولاد وليدها اولادها وما تبغيش لاي واحد انه يتدخل ولو بريح بارده نعم. صغيره، يعني الريح الصغيره هذاك اللي يجي ما يحبش تقيسهم. الان الخاله الخاله ايضا تشعر ان هؤلاء الابناء دمها يسري في دمائهم. نعم وبالتالي حتى وان كانت زوجه الأب هاتين ملائكه. وتكون هي سيده الملائكه وتكون هي ما شاء الله في كل امور الا ويبقى ذلك الحس والشعور انها نعم. اخذت مكان اختي صح. صحيح اخذت نعم. مكان ام ابناء اخت إلى غير ذلك فهذه القضايا الياتي. مسكين اليتيم مسكين اليتيم انا اظن انه حينما سيدتي المحترمه حينما نناقش الموضوع بهذه المنهجيه محور بمحور ربما حتى المشاهد الكريم سوف يستفيد لاننا نحن في رساله نعم. اعلاميه وهدو وهدو تربويه ارشاديه توجيهيه نعم, نعم. حنا دورنا الان كاساتذه وباحثين وكمختصين في الجانب النفسي الاجتماعي لابد علينا معكم انتم الاسره الاعلاميه ومع هذه الوجوه النيره التي تساعدنا على اعطاء نظره ايجابيه للحصص نعم. الاعلاميه للتلفزيون الجزائري ككل خاصه قناه الميديا شكرا لابد نعم. ان نعمل من أجل تأطير هذه الفئات الأسر. التي تعيش نعم. مثل هكذا نعم. مواضيع أستاذ على الرغم يعني من الصورة هذه السيئة اللي نعرفوها ولا يشوفوها المجتمع على يعني زوجة الأب إلى أن الواقع أثبت أن هناك حالات بمثابة الحضن الدافئ لهذه الأبناء يعني أين هو ما هو تفسيرك؟ أنا أنطلق من مثل ربما لا يماثله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي ارضعته؟ نعم حليمه السعديه حليمه السعديه هاته هل كانت امه؟ لم تكن امه البيولوجيه او التربويه ولكن ما قدمت له من حنان وعطف اثناء الرضاعه بقي الرسول صلى الله عليه وسلم رغم انه سيد الخلق مرتبطا بها ايما ارتباط ودائما يتحدث عنها ودائما يقول تلك المراه الان هاته الخالة او هاته الجدة يعني ام الزوج حينما تاتي زوجة الاب بكل بكل جانب نفسي عميق وصحيح هو نوع من التغير حدث التغيير نعم نعم يعني شونجمون سان دو لا فامي دي مومون هذا زوجة الاب اليلا سافو دير كالفا غامية ذاكال، راه تجيب معاها ان شونجمون سور لو بلون ريلاسيونيل نعم، م فقط استاذ ما جاوبتنيش في نعم. حالات وين تكون زوجة الأب يعني تكون بزاف جونتي مع هاد الأطفال وما هو يعني تحدثت عن هذا نعم. وقلت أن حسب نوعية وطبيعة شخصية هذه المرأة داكوغ ربما نعم. هذه المرأة تكون متعلمة مثقفة بنت عائلة تضحي من بنفسها من أجل هؤلاء الأطفال ولكن ايضا ربما هذه الزوجه يكون لها ابن او ابناء اخرين هذا راح نشوفوه في الجزء الثاني يا استاذ نعم, نعم. نعم, فقط تبقى معنا نتوقفوا عند اول فقره لدينا اليوم وهي فقره قعده وحكايه ولكن بعد هذا الفاصل <applause> واش اذا تفضل انا نفتح واحد القوس صغير في وقت الحرب التحريريه كانت اختي الكبيره اللي هي غير من بابا دفعتني وطحت في الدروج واش يقول بابا الله يرحمه واش ردك اختي يا بنت عدوت يما هذا قوس برك اليوم اديتكم لا قصه لا حكايه ولا على ما اظن فيه تدابير اليوم كاين تدابير دائما باشياء تاع البيت وتنفع المراه على خاطر يقولوا لي زيدي ديري لنا لي زاستوس انا نفكر آه، النساء البكري كانوا كي يغسلوا شعرهم يشللوا الشعر آه ديالهم آه بالماء والخل سي لا ميور ميثود بوغ افوار اون بريونس او شوفو دونك ولو شرو شامبو كانوا بكري يغسلوا بصابون الطرف ويديروا آه آه الغسله الاخرانيه يديروها بالشامبو ومن بعد يشلوا بالماء والخل هذه الاولى شكرا <applause> هادو سي لي ها اه هادي سي دو, دو روز دو اه لي دو روز كي <تصفي> او اي انسان يهدي لكم الورود استحفظوا بهذوك لي بيتال في حويجه ندير الماء كي بدا يغلي نرمي ونصفي جي لوسيون لي الوريده <تصفي> يبارك <applause> الله يبارك فيك <تصفيق> <تصفيق> الله وعندي دي ماسك مثلا هاد لو ماسك هدايا مخدو بالفارينة تاع الكارونطيطا <applause> نعاود الفارينة تاع الكارونطيطا ديري زوج مغارف تاع القهوة تاع الفارينة تاع الكارونطيطا ديري لها مغرفة تاع القهوة تاع لو ناتشوغيل وديري قطرة تاع لاكليسيرين دونك زوج مغارف تاع القهوه تاع الفرينه تاع الكارنتيطا وقطرات تاع لا قطيره وحده ومغرفه تاع فوالا سي تري زيفيكاس لي مادام عاوشو هذا وين نخبيوه هذا في الفريجيدير حطيه عندك لي اسبوع يشد نعم يشد لك اسبوع كامل شكرا. انا نخدم ليا وقتي فوالا <applause> <applause> اي اون بعد ديتيك ابري اون 15 15 مينوت Tu peux faire un gommage avec mmh. ça. Voilà. Avec ça un gommage aussi. J'ai un autre gommage. On f****e o mehetna savon d'zaïr. Na'am. Wa inna ma nasab d'zaïr, ztlo C'est très bon pour le corps et le Et le corps et le visage et il yotte il les impuretés. وبعد تشري نورمال طول لو هذا يندار في الحمام اذا صابون و وتخلطي له شويه تاع زيت ارغان ثاني <applause> بور لو آه، عندنا القارص انا مانيش حابه حب أن... نقطعها باش ما نخسرهاش كي تعصرو قارص خبوا واش بقى لكم هذيك ما ترموهاش حطوها في الثلاجه ديروا دي غوماج بالصوا بالسكر هذاك النص تاع القارص اللي يبقى لكم بعد اللي فيه عطرموه تخبوه بالصوا السكر صوا الملح نديرو دي بوتي مساج سي بوغ ان بون غوماج لتبيض الوجه ايضا عندي لو بلو هاليك بزيت بالعسل الحره

هذه الدول الاسيويه نساء تاع اسيا لي ازياتيك ال يوتيليز اون ابيل سا لا الروز الروز لا لوسيون ميراكولوز نديرو زوج مغارف تاع الماكله تاع الروز و مغرفه وحده تاع الماء ونزيد لك هذه الاخيره هذه ولكن باختصار نعم هذه سي 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 كريم كو جو في موا ميم

تاع لافاسلين نقدر نستعملها لمده خمسة عشرة يوم. شكرا لك عواوش على كل هاد المعلومات. وبنات ان شاء الله. <applause> مشاهدينا ما تنساوش اللي حب كل هاد التدابير يجوز على صفحة برنامج وسط الدار. سيدين عاود نولي لك السؤال اذا كان المجتمع ينظر لزوجة الاب يعني نظرة سيئة، كيف ينظر الى زوج الام؟ يعني دائما نسمعوا الحديث زوجة الأب زوجة الأب ولكن زوج الأم أولا في الحقيقة الفرق الموجود بين زوج الأم وزوجة الأب إنه الزوج الأم يعني تقريبا قليل إحصائيا مقارنة نعم بزوجة الأب نعم لأن زوجة الأب هناك ظروف تجعل من الزوج أن يعيد الزواج لكن المراه والام نعم. غالبا ما تقبل بان تعيد الزواج نعم. لان جانبها العاطفي وحنانها ووجدانها توجه ابنائها نعم. لا تقبل وتخاف على ابنائها وحتى المجتمع ما يتقبلهاش كما يتقبلها لل للأبنى. طيب انا اقول الان المجتمع يجب ان نكون صراحه نعم هذا المجتمع ينظر نظرته في الكثير من الاحيان كيف ما يراها هو إيجابية وجميلة وحسنة تجاهه نعم. نحن الأن إذا أردنا أن نفسر الوضع نفسره بشيء من المعرفة العلمية نعم. حتى نساعد بها الأشخاص زوجة الأب في كثير من الأحيان تختار وإختيارها يأتي ربما من اعماق نفسها وهي محبة وهو محب لذلك نعم. اما الام التي تعيد الزواج لا. فاكثرها تعيش الجانب الاضطراري لا. اللي اوبليجي دو سورو ماري انا نعرف اب بعد الاستقلال ارمله مرت شهيد ارمله شهيد كانوا في عمرها 24 سنه خلالها زوج بنات باباها اللي زوجها داكور سيدة وزادت ولدت مع الزوج سيدة عواوش احنا رانا متفقين على هذا الامر ولكن قلت جانب اضطراري جانب نعم الاضطراريه هنا سا ديبون شاكان الى سا ناتور دون لوبليغاسيون <applause> كاين واحد اللي اوبليجي باسكو انا با دو فامي انا با ما نعم. عندهاش شكون يتكفل بها فهي مجبره على الزواج نعم أه كاينه وحده ربما لي طري طريجان في لاج تاعها فمجبره هي فقط لازم الناس تعرف بلي هذا شيء عادي ما في عادي حتى جداً شيء نعم جداً, جدا هذا جداً الامر كان يحدث في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم والصحابه نعم. الكثير منهم كان هناك التزاوج بين هذا وذاك نعم. نظرا لظروف معينه نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم بحد سلم. ذاته تزوج عده مرات نظرا لحكمه اراد ان يقدمها للامه الاسلاميه ول المسلمين في المستقبل شكراً وهذا عم. أمر ربما تأطير من طرف الله سبحانه وتعالى شكراً وبالتالي عم. هذه الزوجة التي تعيد الزواج نظرا لظرف معين لا يعرفه إلا الله وهي وربما القريبين لها من عائلتها شكرا لك مشاهدينا الآن نتوقف عند فاصل إشهاري ونعود نوليه وبقوا معنا مرحبا بكم مرة ثانية واللي التحقوا بنا اللحظة نرحب بهم ونذكر موضوع اليوم اللي يتحدث عن زوجة الأب وكيف يتم تقبلها داخل الأسرة وكيف يحضر أو يجب تحضير الأولاد لتقبل الأم البديلة دايما نرى مع الأستاذ حماش الحسين أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي أستاذ راح نشوفه الآن تقرير آخر ونعود كثيرا ما يصطدم الأبناء بوجود سيدة تحل محل والدتهم في البيت دون مقدمات ولا حتى تهيئة نفسية لهم من أجل تقبلها كأم بديلة عن أمهم الحقيقية وقت رجال زعما تكون تكون مرت ومرته ولا تقدر يكون في لاج صغير يكون 30 40 بالك يخمم في روحو نقول لك يخمم في روحه وي... اوبليجي <applause> يعاود بس باسكو يكونوا ولادو صغار يكونوا هكا ولا عاد ما يخيش على حسابه حساب وليداتو يسمى هذا ماشي بك على وليداتو يعني صراحه قد قد مرت الاب هذه مهما مهما كانت الصفه تاعها ودير ما دير ما ديرش كما الام الام وحدها الام إذا راحت راحت على وليداتها والاب إذا تزوج تجي حياه جديده مع المرة هذيك يقدر حتى ينسى الاولاد كاش اختي هذيك تشوفيها أفلام في الافلام تاع المكسيك تشوفيها في التركي يهيئوهم زعما شغل شغل زعما مارغريت تلقوا بصح شغل يبقى يريحوا كيف كيف زعما باش يبينوا لولادهم بلي راهم انتيك هنا في الجزائر كي تلقوا المرات تبدا تعمر في بناتها والراجل يبدا يعمر في ولاده من الاخر اختي الاغلبيه دوك الوقت اللي رانا فيه يخمم على روحه ما على ولاده عندي الزوجه تاعي ميم تموتها بصح والله ما نعاود زواجيها مرت انا يجيبوا يعني لي قالوا وتنسى صار الله من بدلها يا يما ولادي اه هي الاولى باش نقول لك مرت الاولى ما يخلفهاش هذه من المستحيلات ومن حقه يعاود يدير دارو باسكو الراجل شكون ترفدو باش تعطيهم الحنانه تاع يماهم من المستحيلات شوفي قطعه تجيبي لها قط ماشي وليدها تخبشوا ايوا جينا ما يحوس عليه هو ما ما ما, ما حلوش كاع في ولادو ما على بالهمش كاع سو فيها قال إيه؟ لي نادرا نادرا اللي زعما يخمم على اولاده وكذا دوك يحوس هو واحد يحوس وحده شابه صغيره. <applause> كثير من الاباء يشوفوا واش يخرج عليهم هما هم ما راهمش يشوفوا يخرج عليهم ويخرج على, على, على الاولاد لانه في المنطق لازم يخرج عليك ويخرج على اولادك. اختيار زوجه ثانيه غالبا ما تحركه دوافع ذاتيه لتعويض الزوجه الاولى باخرى اصغر واجمل وهو خيار يدفع ثمنه الاطفال غاليا. نشكر نورا مزاري على هذا التقرير. سيدي نعم يعني من المؤلم ان نرى شخصا اخر يجلس مكان الام. وهنا ياتي التساؤل، كيف يمكن كسب قلب اليتيم وتمهيد لدخول زوجه الاب في يعني حياته؟ طيب هذا الطفل في الحقيقه هو يتيم ان كانت امه متوفيه او مجموعه اطفال ربما تكون أمه على قيد الحياة، نعم. مطلقة في بيت منزلها منزلها العائلي أو عوادة الزواج. هنا بصفة عامة، الطفل سوف يبدأ حينما الأم الحقيقية غير موجودة، وأتت زوجة الأب. إن لم تكن زوجة الأب في مستوى تعاملها الإيجابي نعم. مع هؤلاء الأطفال ومع هذا الطفل نعم. حقيقة. المشاعر التي سوف تسود شخصية الطفل هو شعور بلا استقرار وشعور بعدم الأمان أقول حينما تكون الأم لا تؤدي دورها كما ينبغي نعم. هذا الطفل يعيش ضياع نعم إحنا كيف نحاول نخلصوه من طيب، الضياع طيب. ونكسبه نحن الآن قلبه. يجب أن نتحدث عن الطفل في ظرفه النفسي الاجتماعي نعم. آه ربما يظهر سلوكات وتصرفات مضطربة ربما تحصيله الدراسي يكون ضعيف نعم. حتى الجانب الصحي الجسدي البدني يكون هزيل لماذا لانه لم يتجرع بعد فقدان نعم. الام لم يتقبل بعد فقدان الام ولكن يمكن ان نجد هناك زوجة اب ما شاء الله ربما تؤدي دورها مع هؤلاء الاطفال احسن من امهم اقولها نعم. احسن من امهم ربما نعم. نقول تستطيع ان تؤدي دورها جيدا ولما لا؟ هناك من زوجات الاب من من قمنا بتضحيات كبيره جدا لكن في بعض الاحيان بعض زوجات الاب هناك تصرف ايجابي علني عن طريق الواجهه نعم ان كومبورتمون دو فيترين <applause> ولكن ما هو موجود خلف الواجهة أمر آخر هذا <applause> اللي أنا الآن أقول إذا كان هذه الأم قابلت بالزواج من هذا الأب الذي لديه أطفال <applause> يجب أن تنظر أولا إلى الله سبحانه وتعالى على أنها تقوم بتربية وإعالة أبناء يتامى فحسنة الله اكثر من اي جزاء اخر نعم. وان هي ارادت ان تتبع نعم. نعم. جزاء الدنيا نعم. تستطيع ان تاخذه ولكن لا تستطيع ان تاخذ رضا الله في هذا المجال اقول فقط بالنسبه لهؤلاء الاطفال نعم. هؤلاء الاطفال حينما يجدون تعاملا عاطفيا وجدانيا ايجابيا عميقا من هذه الام يبقى شعورهم دائما مرتبط بأمهم حقيقة ولكن يكون هناك نوع من النسيان نعم. نعم. آه بنسبة بئوية معينة قال الحمد لله لا وجدت أم بديلة في مستوى أمي وربما أكثر لكي آه آه نظرة المجتمع يجب أن نعيد النظر فيها ونقول نعم. آه الكثير من النساء التي اللواتي تزوجنا مع أزواج لديهن أطفال قمنا بواجبهن ويجب عليهن أن يقومن بواجبهن مام. لأنهم ربما سوف يرزقون بأبناء مع هذا الزوج مام. يريدون النجاح لأبنائهم حتى يصل ابناءهم إلى النجاح عليهم بالاهتمام ورعاية نعم. هؤلاء الابناء الذين فقدوا امهم نعم. وهذا سؤالي القادم يعني نار الغيره كثيرا ما تشعلها يعني تفضيل زوجة الاب لابنائها على ابناء زوجها ما يولد يعني العدوانيه عند الاطفال الاولين والرغبه في الانتقام او حتى ترك البيت كيف نحمي هذا يعني الطفل في خطر معنوي بسبب زوجة الاب في هذه الحاله هو في الحقيقه زوجة الاب قبل ان تصل الى الغيره تجاه هؤلاء الابناء فهي في غيره النشر شعورية تجاه الزوجة الأولى. نعم. سواء كانت متوفاه أو غير متوفاه، والدليل في ذلك أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها. كانت في غيرة دائمة تجاه خديجة. نعم. رضي الله عنها، فهذا الأمر موجود عند أحسن خلق الله. الغيرة موجودة، ولكن الغيرة القاتلة. الغيره غير المؤسسه، الغيره التي ليس لديها معنى، فهي الان متجاوده متواجده في بيت زواجي جديد. نعم. عليها ان تترك هذه المشاعر حتى وان كانت موجوده. نحن تكلمنا على غيره الزوجه، ولكن فيه غيره اخرى لما هذه الزوجه تنجب ابناء مع هذا الزوج ويكونوا فيه يعني الابناء مع الزوجه الاولى ومع الزوجه الاولى. نعم. كيف نحاولون هو, يعني هد... هو شعور طبيعي هو شعور طبيعي 100% لدي ابني ولدي ابن ربيبي. الزوجه السابقه الربيب هذا الربيب لا يمكن الا اذا كانت هذه الزوجه حقيقه في مستوى عالي عالي جدا من العاطفه والتربيه والاخلاق حتى نعم. تستطيع هي فقط تكون. لازم تفهم انه الاب واحد يعني هادو اخوه وتعاملهم بنفس الطريقه نعم. فقط باش ما تكونش فيه الغيره سيدتي المحترمه قبل ما توصل لهذا الشيء هي انسانه وهذا الانسان انسان وحقوق الانسان فيما بين الناس يجب نعم. ان تحترم نعم خاصه حينما يكون هذا الطفل في سن صغيره يعني غير متقدم في السن نعم. ان انفون دو سيزون دو أون دو كاترون إلى بزوان قمام من بصدر أو من صدر حنون يضمه إليه فهذه الأم قبل أن تقوم بعملية المقارنة بين ابنها وابن زوجها فهي يجب أن تكون إنسانة بمعنى الكلمة ثم مربية بمعنى الكلمة ثم عاملة لمستقبل وإحنا نقوله اللي يحفر حفر الخوه يطيح فيها نعم استاذ بالتالي اذا كان الطفل هذا تاع هذا الاب ما ما هياتوش بان جو فو دوني ان اكزومبل تاع لو كرون فيل تاع سوندريون نعم, نعم. زوجة الاب هيئت بناتها من اجل لو برانس شارمون يتزوج بهم. بيهم. اكزاكتمون. با؟ انا حضرت في رمضان. عابا لا رياليتي في الاخر سي سيتي سوندريون كيتي شوازي با لو برانس شارمون. والله العظيم والله انا حضرت انا حضرت في نعم عواوش. هذه هذا من الواقع واقعيه مرت البابات في رمضان البوراك تاع ربايبها بالبطاطا والبوراك تاع ولادها باللحم. ولكن سيده عواوش انا جاي فيو دير اين شوز. الحوض اللحم ما يفيدش مع اولادها والبطاطا تفيد مع اولاد الربيضه <تصفيق> <تصفيق> شكرا على هاد نعم العبرة مشاهدينا ما بقى الان غير ندوزو الى ثاني فقره معنا وهي فقره فيها حل ولكن بعد هذا الفصل القصير مرحبا بكم مره اخرى مشاهدينا امال ما هو السؤال اللي اخترتيه لعدد اليوم وهل يتماشى مع الموضوع اكيد ايمان كما العاده سؤالنا يمشي مع موضوع في خاصه في النقطه اللي كنا نتناقش فيها نعم. قبل قليل طبعي. سؤال اليوم يقول كيف اعدل بين طفلي وابناء زوجي كيفاش نعدل بين هذه المتسائله راهي تسال كيفاش تعدل بين اولادها ولاد زوجها وهنا دائما ايمان نعرفوا انه الناس كامل يتكلموا على زواج المراه هذه من زوج عنده ولاده قبل الزواج وكيفاش راح تبني هذه العائله وتندمج داخل هذه الاسره وما يتحدثوش على تحديات الاندماج هذا اللي صرا لها قبل الزواج ولا حتى هي تشوف نفسها انها مسؤوله ولا قادره على تاسيس علاقه زوجيه ناجحه ولا حتى علاقه ايجابيه مع الاطفال وتنسى انها راح تواجه عقبات وصعوبات في هذا الاندماج مع هاد الاولاد خاصه اذا جابت انجبت طفل اخ الابناء هادو وكما كنا نتكلموا ايمان انه المراه بصفه بغريزتها في هذاك الاحساس تاع الغيره طيب هنا ما عليها غير تقتنع من بدايه الامر قبل الزواج انها راح تحمل مسؤوليه كبيره في في في, في العيش ولا التاقلم مع هاد العائله مع طيب كيفاش راح يكون تاقلم هذا نتاعها لازم تمد لروحها وقت طويل مع في, 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 الحوار مع الاولاد سواء مع الطفل او كل طفل على حده وين تعرف تتواصل معه تتحاور معه حتى تكتشف شخصيه هذا الطفل ولا حتى العقليه نتاعو كيفاش يفكر باش تعرف تخير الاسلوب اللي تتعامل معه وين يقولوا بعض ايمان بعض المختصين يقولوا انه لازم عليها عفوا لازم عليها استغلال الابداع نتاعها في الترويج للافكار الايجابيه اللي تقدر تجذب كل اطراف العائله نعم. النقطه الثانيه اللي انا نركز عليها انا ما تتكلمش بالسوء امام الاطفال على الام البيولوجيه لانه بطبيعه نعم. الحال اي طفل عنده الحق نتاعو انه يحب الوالده نتاعو سواء كانت موجوده او متوفيه خاصة طبعا نعم. وما تلعبش الدور الام البديله لانه واحد ما يحب الدور اللي ما ياخذ بلاصتها واحد اخر اثنين اه النقطه اللي بعدها ايمان هي ما مت تبالغش في الحنان نتاعها لوليدها هي جابت ولد راه يعتبر بالنسبه ليها رابط قوي بين ال... بينها بين نعم. الاولاد هادو ولا بين العائله ككل الميراث لا هي هذيك اذا كانت تخمم تخمام سلبي في في, في مستقبل معين لكن هنايا هي مع ما تتعاملش بالحنان الزايد مع وليدها على سبيل المثال إما حنا نعرفوا المراه عندها طرق وسبل في التعامل لكن هاد الطريقه اذا شافت وليدها يبكي وليد راجلها يبكي طبيعة الحال هي تقول لك نروح نحضن وليدي نسكت وليدي لكن انا نقول لها بداية عفسي على قلبك وروحي حني ولا اه ولو مرة ولو مره نعم. على وليد رجلك نعم. هذا اللي معك شكرا نعم. ما يكونش كاين حساسيه بيناتهم نعم. وكاين ايضا ايمان انها في شراء الهدايا والعطايا اللي يمدوهم لولادهم انا نقترح عليها انها تروح تشتري هدايا هي وزوجها مع بعض حتى ما تكونش في مبالغه في شراء الهدايا نعم. المراه اذا كانت راح شرت هاديه على سبيل المثال اكيد راح تزيد لها مساك شو يعني أمل. فقط ايمان نكمل هذو النقطتين باختصار فقط أكيد نعم. في هذه النقطة باش ما تبالغش في الحنان تاعهم يكون عدل في شراء الهدايا بين بين الزوج والزوجة. النقطة الثالثة ولا الأخيرة اللي نوجهها لكل أطراف العائلة. سواء كانت الأم موجودة في طرف آخر أو الأخت أو الخالة أو الجدة. هنا نقول لهم إذا عطيتوا الأولاد الزوج هذا وجاوكم عطيتوا لهم هدايا، حاولوا الهدايا هذاك هذيك ولا المال يحتفظوا به داخل العائلة هذيك خارج الأسرة اللي راهم موجود فيها الطفل حتى ما تخلقش حساسيه بين الاولاد اللي راهم في البيت نعم. لانهم ينظروا لهذه الهدايا انه الاب اللي جابهم لهم ماشي الام ولا صحيح. الخاله اللي عطاتها لهم حتى ما تخلقش الحقد والغيره بين نعم. الاخوه شكرا يعني. لك امل على كل هذه المعلومات اللي قدمتيها لنا استاذ نرجع لعندك يقع الكثير من الاباء في فخ الانانيه عند اختيار زوجه ثانيه لانفسهم عوض يعني التفكير في اختيار ام ثانيه لابنائهم ما هي الشروط اللي لازم تتوفر في زوجة الأب باش تكون مثالية طيب قبل أن نجيب على الشطر الثاني القسم الثاني ماذا يجب أن يكون من صفات في هذه الزوجة نعم يجب أن نذهب إلى النقطة الأولى وهي مشروع الزواج الذي هيأه هذا الزوج حينما يختار تختار المرأة حسب الحديث على لأربعين جمالها مالها نسبها وحسبها ليس كذلك فإن هو ركز على الجمال فإنه سوف يجد زوجة تهتم بجمالها في المنزل فقط نعم وإن إن ركز على نقول على النسب فهذه الزوجة ربما من كل حين إلى آخر تقول أنا أهلي وأسرتي وهكذا دواليك. ولكن حينما يختار هذه الزوجة لكي تأتي إلى المنزل من أجل دور أساسي وجوهري هو أن المحافظة على أطفاله نعم. وعلى أبنائه نعم. ويفهمها نعم. من قبل أن مكانتها هي في الدرجة الثانية بعد أبنائها نعم. ها هنا هذه المرأة إن قابلت بذلك وأكدت على قبولها نعم. بنوع من الإيمان والطمأنينه والطاعه الكامله لزوجها فانها سوف تؤدي دور ايجابي انها نعم. ترعى الاطفال تربيهم تحافظ عليهم وتكون عادله في كل اشياء نعم. الان كيف يجب كيف يجب نعم. الموضوع حساس نعم و... والوقت ده. نعم الموضوع حساس نعم. لابد من المجتمع ان ياخذ هذه يعني المعلومات والبيانات صحيحه نعم. هذه الزوجه حتى تستطيع ان تكون هكذا قادره على دورها تجاه اولئك الاطفال أولا التضحية الكبيرة الكاملة نعم. نكران الذات نعم. الإيمان بالله وأنها تقول لو أسع أفعل أي شيء لأبنائي دون أبناء زوجي فإن الصلاح لن يكون نعم. ثم بعد ذلك تستعد لكي تقيم مناخ علائقي نعم. إيجابي بين الإخوة والأخوات وخاصة البنات نعم. فهن قرة العين شكرا أستاذ حماش الحسين أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي على كل هذه المعلومات اللي تقدمت لنا بها شكرا على هذه الحصة وعلى هذا الموضوع وإن شاء الله نحن كآباء نكون قادرين على الدور تاعنا 100% مع ابنائنا خاصه إن إن كل انسان يحب نعم. ابنائه وانا شاء. اسلم في هذه الحصه واحيي ابنائي عبد الهادي سامي ماريا وفاطمه شكرا الله جزيلا. يبارك. شكرا, بارك. شكرا بارك. لك استاذ اذا مشاهدينا نستقبل الضيف اللي راح يحضر معايا الثانيه الشيخ احمد وهاب الاخضري شكرا جزيلا فيدي. لكم شكرا لك السلام عليكم السلام شكرا تفضل استاذ <applause> اهلا وسهلا بك تقدر بي شيء عليكم مرحبا بك استاذ <applause> 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 تفضل لاباس الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> شكرا على تلبية الدعوة بدي عندكم واحد هنا زين بزاف هو يجيبنا استاذ اذا أستاذ. استاذ يعني موضوعنا كما شفت يتحدث على زوجة الاب وكيف يعني نحاولوا تدخل مع الاسرة والابناء يتقبلوها يعني بكل سهولة سؤالي الاول ابناء الزوجة امانة وخاصة لو كانوا يتامى كيف يمكن للزوجة او لزوجة الاب ان تكسب عن طريقهم رضا الله ورضا زوجها بالطبع بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشيء اللي نقوله في بداية أنه المقادير الله تبارك وتعالى تدفع لأن يفقد الرجل زوجته أو تفقد المرأة زوجها إلى غير ذلك فتجد الرجل مضطر لأن يعيد الزواج بمرأة أخرى وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الحياة لا نقاش فيها لكن الأمر هو يريد هذا لماذا؟ ليستكمل حياته وبناء يعني ياتي بمن تقوم بشؤونه وشؤون ابنائه وهذا من حقه مم. هذا واجب لكن القضيه اين هي انه هذه المراه لما تدخل الى بيت الزوجيه الجديد مم. طبعا هي مراه غريبه بالنسبه للابناء بالطبع يرونها غريبه وهذا اعتقادهم وهذا تفكيرهم حتى المجتمع يفكر هكذا يرونها غريبه غريبه عنهم وفي نفس الوقت جاءت لتغتصب مكان امهم وتسرق قلب ابيهم. هذه هذه في نظر الابناء. في نظر أنا. الابناء، أنا. حتى في نظر المجتمع سبحان الله، أنا. لان أنا المجتمع أنا. لابد لان هناك اغلوطات ومفاهيم خاطئه لابد ان تصحح. فقلت هذه النقطه، قلت في نفس الوقت هي يرونها بأن جاءت لتسرق أنا. قلب ابيهم أنا. وتغتصب مكان امهم. في نفس الوقت كذلك تجد انها يعني هذه المراه المجتمع ينظر اليها هكذا المجتمع ينظر اليها هكذا نعم. يعني في القرون الاولى في القرون الاولى يوم ان كان الناس يعني متبعين دينهم بصفه عامه نعم. كانت النظره هذه قليله نعم. لكن هذه القرون المتاخره هذه يعني اصبح المجتمع يتهم هذه المراه على انها هي ذات القسوه نعم. وهي الشريره نعم باش نعم. بون كلام كبير فقط باش هي اللي تحاول تكسب نعم. رضا الله واش لازم دير نعم هي أولا فقط... نعم. ق... أولا وقبل كل شيء كمعاملة لا بد أن لا تجعل من هؤلاء الأبناء ذرة لأن مجعلهمش نعم. ما... ما ذرتها نعم. أو أولاد ذرتها نعم. أو أولاً نعم. ما جعلها. نعم،, نعم. وبالتالي إذا كان هذه المرأة فكرت بعقلية الذرة دونك نعم. هذه المرأة ممكن تكون مطلقة ممكن تكون, تكون... نعم. يعني متوفاة نعم. إذن وبالتالي هي أولا أن لا تنظر إليهم على انهم ابناء ضرتها الامر الثاني لا تتسرع في ان تكون امهم البديله بالطبع ما تسرعش <applause> الامر الاخر وهو انه تصبر وتحتسب وتنتظر وتحسن تحسن اليهم <applause> لأننا احنا كنا نتحدث قبل ما جئنا الى هنا مع بعض الاشخاص في هذا الموضوع بالذات قال لك يعني صعاب الابناء نتاع الابناء هذو صعاب في الوقت هذا قلت لهم سبحان الله اسد السبع ويدربوه في السرك ويولي ياخذ الراي حيوانات مفترسه ويدربوها وتولي تاخذ الراي فالاحسان يصنع المعجزات نعم فيقول الشاعر احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فلا طالما استعبد الاحسان انسانه اذا كان الحيوان لما تحسن له يعني بصوره مختصره قط قط لما تمسح له تمسح عليه يعني يولي يجي يرقد عندك وكذا فما بالك بحيوان بانسان اللي خلق له الله تبارك وتعالى يعني جعل فيه خلايا طبعا تفهم نعم. كل, كل هذه اللغات كذلك الحرص على نعم. ان تبقي علاقتهم مربوطه بامهم نعم سواء كانت ميته ولا مطلقه نعم واللي يعني بمعنى اه تقربهم الامهم وهي يعني وهما بعد عليها وهي بعد عليهم الى ذلك يعني استاذ فقط لازم تاني نعرفوا حاجه انه قد ما تحب هذوك الاولاد قد ما الزوج يزيد يحبها هي يعني آه يقول لك هذه المراه مم. تحب لي ولادي مليحه معاهم لذلك كان الشيء اللي يقولوا ان هذه المراه لابد ان تكون مرشده مربيه نعم اه مؤدبه ام إلى نعم. غير ذلك نعم استاذ نعم. آه ما هي الحقوق التي يكفلها الشرع لزوجه الاب ويفرض على ابناء زوجها احترامها لا هي القضيه وما فيها نعم. انا كنت يعني اسمع وسمعت عده مواضيع من هذا الموضوع هذا متشعب كثير من من الاساتذه وتكلموا قال لك بان زوجة الاب نعم يعني لها نفس الحقوق ونفس المرتبه كالأم وهذا خطا ابدا م. هذا خطا انا سمعت في بعض هكذا يعني من الاخطاء يعني تتعجب لما تسمع استاذ يتكلم بهذه النبره هذه يقول لك معناته هذه الزوجه هذه عندها نفس حقوق الام كيف اللي الكلام هذا هي التي هي. كانت تداخل بالنسبه لاسرتي لان اكثر من هذا نعم ما هي الحقوق في طبعا الشرع؟ يعني بصوره نعم. مختصره حتى باش نعم. الفكره نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم سنة لما سنة. جاء شاب جاءه شاب وقال له يا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتي وبحسن صحابتي واش قال له قال له امك امك ثم امك ثم امك ثم ابوك يعني عندها طروه بار زياده حتى على الاب ثلاث حقوق زياده على الاب نعم. فما بالك يعني بمرأة اخرى طبعا هناك حقوق هناك واجبات يطيعوها سي نورمال. يحترموها, يحترموها نعم. وهذه بصفه عامه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا كبير. ويحترم صغيرنا نعم. ويعرف لعالمنا قدره إذن حتى نهيش هيش مرتباباهم. حتى امراه اخرى لابد, نعم. لها من توقيره. لابد لها من توقير ولابد لها من احترام نعم. وباحترامها رام يحترموا في أبين باش ما ينغصوش عليه الحياه نعم نعم فالانسان نقول نحط زوجة الأب في منزلة مع الأم الحقيقية، نقول هذا من أكبر الأخطاء. كنت أسمع وحتى وكنت أسمع قبل قليل، أنا صارح على كل حال. كنت أسمع قبل قليل أنه الأستاذ يتكلم ويقول أنه لابد الزوج اللي تجيب نعم. الزوجة هذه نعم. لازم يعرفها ويفهمها بأنها هي في الدرجة الثانية بالنسبة لأبنائه. أنا لا أراها هكذا، ديننا لا يأمر هكذا. أنه أنا جبت زوجة واحدة أخرى ومن بعد نفهمها باللي انت تكوني في الدرجه الثانيه. نعم. لما هي تسمع بانها تكون في الدرجه الثانيه، كيفاش راح تعاملكم نعم. 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 إيه؟ <applause> نعم. من بعد؟ لا. لا لا صريح نعم. عندك ما صريح. لا تكون بالمثابة الام نتاع الاولاد الام الثانيه. نعم نعم وبالتالي على ما اظن كانت الام الثانيه وليس المرتبه الثانيه. المهم انا سمعت هكذا فقلت هذا فالانسان حتى حتى هذه الالفاظ. لأن كل شيء راح يتبنى على ألفاظ نعم. إذن إذا احنا عندنا في الإسلام ما هو؟ احنا ما عندناش مساواة على الأقل وكثير من الناس كذلك نعم بعض المعلومات، احنا عندنا في الإسلام ما عندنا الاسلام لا يسمى دين دين المساواة، نعم. ربما يسمعون المشاهدين ولا الأساتذة نعم. الكرام، احنا ما عندناش ديننا ليس دين المساواة نعم. بالمفهوم اللي راه شائع في المجتمع، احنا ديننا دين العدل العدل نعم ديننا دين العدل، الزوجة تبقى كزوجة الأبناء كأبناء شكراً نعم. كل ذي حق الحق نعم. هكذا هو شكرا سيدي فقط نجزو <applause> إلى ثالث فقرة والأخيرة عندنا اليوم وهي فقرة خرجة وفرجة ولكن بعد هذا الفاصل القصير على نعم. أنغام العازف علا عازف العود الشهير ولا اروع في وقت كيما هدايا الناس تروح للصحراء تدي شويه دفء الشمس و... شكرا لك يوسف شكرا سيدي كلمه اخيره لزوجه الاب وحتى الاب يعني يعني حتى الاب اذا كان الانسان بتالي الله تبارك وتعالى بهذا الامر قدر له ربي سبحانه عز وجل انه يعيد الزواج اولا كما تفضل الاساتذه الكرام انه يختار ذات الدين كما قال مم. النبي صلى الله عليه وسلم مم. لان المراه لما تكون متدينه وهذا الشيء منه تدفعها التدين يدفعها الى خشيه الله تبارك وتعالى مم. وخشيه الله تبارك وتعالى فيها عندها الثمار نتاعها انها تدفع الى الاحسان والاحسان هو قمه قمه العباده كما قال عليه النبي صلى الله <applause> عليه وسلم اعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك بالنسبه لها كذلك هي ترى انه رضا الله تبارك وتعالى قبل كل شيء لانه كما يقال هي راح ترضي الله ما هيش ترضي الناس لان ارضاء الناس غايه لا تدرك وارضاء الله غايه لا تترك فلتبادر او فلتفعل ما فلتترك ما لا يدرك وتستدرك ما, ما لا, لا, لا يترك ما لي. لا يترك شكرا لك هكذا يعني هذا هو الاصل نعم حسن وكذلك حسن. المراه اذا كانت اطاعت ربها وحصنت نفسها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من ابوابها الثمانيه حيث وشتي. نعم. شكرا لك والله تبارك وتعالى يا رسول شكرا على الله كل هذه المعلومات شكرا مدام عواوش كلام لمزين إذا تفضلك انا نقول يا مرتبه خافي ربي كوني يما وانا بنتك وعلاش هكذا تظلميني وتقولي عليا قبيحه وكذابه يا مرت بابا خافي ربي شكرا لك عواوش مشاهدينا ما بقى لي غير نقول لكم احنا جينا الى ختام عدد اليوم من برنامجكم وسط الدار ما تنساوش تراسلونا عبر صفحه فيسبوك البرنامج مشاهدينا تحياتي وتحيات الطاقم العامل معي هذه الامسيه الى اللقاء